الحمد لله الحمد لله يا طمطم، ربنا انقذك يا حبيبتي. الحمد لله. مش عارفه يا طمطم، لو كان الحرامي ده خطفك كنت عملت ايه؟ ده انا كنت مت فيها. شفتي يا ماما، لو حرامي كان عايز ياخدني معاه بعيد، بس انا شطوره وقعدت ازعق واقول لحقوني لحقوني. شاطره شاطره يا طماطم، انت برافو عليكي ان انت على طول صرختي وقلتي لحقوني، وما كانش زيزو ابدا عارف ان ده الحرامي وده سرقك، وكان ممكن يفكروا ان حد قريبنا فعلا. يا ماما، اول ما شفت زيزو قلت له لحقني يا زيزو لحقني، ده مش قريبنا ومعرفوش. الحمد لله الحمد لله. خلاص خلاص بقى يا جماعه، مش قلنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني يا منى؟ خلي البنت تنسى الموضوع ده. عندك حق عندك حق يا عمر، والله فعلا انا لسه كنت بقول لها دلوقتي. خلاص بقى يا طمطم يا حبيبتي، خلاص انسي الموضوع ده خالص. انا كل ما بفتكره دمي بيغلي. يا ناري يا ناري، لو كنت شفت الحرامي ده كنت اديته لوك اوت في مناخيره، كنت خليته كل وشه دم. بابا علمني اللوك ده علشان ابقى اديله في مناخيره. يلا يلا المسامح كريم بقى، خلينا ننسى الموضوع ده بقى خالص خالص خالص، علشان يا حبيبتي ايه الموضوع ده بينرفزني اول ما بفتكره. ماشي يا بابا. ايه يا منى، مش هتحضر لنا الفطار ولا ايه؟ اتاخرتوا قوي النهارده. حاضر عندك حق حاضر. عندك حق يا عمور، انا هدخل على طول عشان احضر الفطار. تهيألي لسه ساعتين ثلاثه مش كده؟ بس يلا يلا يا دوبك على ما تلحقي. خلاص ماشي، خليك انت قاعد مع طم. خلاص ماشي ماشي يا منى. يا بابا. نعم يا حبيبتي. انا جعت قوي يا بابا، ما عدتش قادره استحمل بقى خلاص. مش انتوا قلتوا لي صومي لحد الظهر؟ الله يا طماطم، ايه اللي حصل للبطلة بتاعتنا ده؟ انت لسه دلوقتي عاملة امبارح مهمة انتحارية وانقذتي نفسك من الحرامي، ايه بس اللي حصل لك؟ مش تجمدي كده؟ لا يا بابا انا جعانة قوي، ما عدتش قادرة بقى. لا يا طماطم، مش احنا اتفقنا انت هتصومي لحد العصر؟ السنة اللي فاتت صومنا لحد الظهر، يبقى السنة دي لحد العصر. بس انا مش قادرة يا بابا، مش قادرة، جعانة قوي. استحملي يا حبيبتي استحملي. يا بطني. خلصتي الاكل يا ماما؟ خلاص خلاص قربنا قربنا، استحملي شوية يا طماطم، انت شكلك جعتي. انا خلاص يا ماما جعانة خالص. وداخلة المطبخ ليه بقى يا طنطومة؟ مش احنا قلنا واحنا صايمين ما ندخلش المطبخ خالص علشان ما نشوفش الاكل كده ونقعد نبص عليه وكلام من ده؟ ده كده غلط. طب ما انت في المطبخ اهو يا ماما وبتعمل لنا الاكل. ماشي انا كبيرة يا طماطم، وبعدين انا كده كده لازم اقف في المطبخ واعمل الاكل بنفسي، امال مين اللي هيعمل لنا الاكل اللي هناكله على الفطار؟ طب مش انتي كمان صايمة يا ماما؟ طبعا صايمة، بس اكيد مش زيك انتي عشان انتي لسه صغيرة يا طماطم. طب انا جعانة قوي، ما عدتش قادرة استحمل يا ماما. استحملي يا حبيبتي استحملي شوية، يلا اطلعي اقعدي مع بابا بره على ما اخلص الاكل. فراولة وانا جعانة قوي. لا لا يا طماطم، بس انتي صايمة. يا خبر ابيض، بس انا مش قادرة، وكمان بطيخ. يا بطني. لا لا انا هاخد حتة صغيرة، يعني هي واحدة بس هتفطرني، مش هتفطرني. يلا يا طماطم يلا. يا سلام، الله دي طعمها جميل قوي. يا خبر ابيض. طماطم انت رحتي فين يا حبيبتي؟ يا خرابي، اجري يا طماطم اغسلي بقك بسرعه. طماطم. حاضر حاضر، جايه يا ماما جايه. ايه يا طماطم، ايه اللي في بقك ده؟ في حاجه حمرا على بقك. حمرا؟ فين الحمرا دي؟ الله، ما فيش حمرا ولا حاجه. الله، هو الفراوله دي قالت لي كده يا حبيبتي؟ انت وقعتيها ولا ايه؟ لا والله ما وقعت حاجه يا ماما، ما وقعتش حاجه. امال اكلتي منها يا طماطم؟ قولي الحقيقه. بصراحه يا ماما. ايوه بصراحه. ايوه يا طماطم قولي الحقيقه. الحقيقه يعني اقول؟ ايوه قولي. اقول ولا امشي؟ لا قولي يا طماطم، الفراولة اللي كانت هنا على الترابيزة راحت فين؟ محدش غير اتنين يا ماما، محدش فاطر في البيت وكلنا صايمين، هتروح فين الفراولة؟ في حد غريب معانا؟ ما انا بقول لك اهو، والله ما اكلت غير اتنين بس. يعني اكلت اتنين؟ طب ينفع كده يا طماطم؟ يا ماما اتنين بس مش هيفطروني. يا سلام، مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك ان اتنين بس ما يفطركيش يا طماطم؟ انا ده لو سنتوفة صغيرة قد كده تفطرك يا حبيبتي. ما ينفعش ابدا ابدا طول ما احنا صايمين نحط اي حاجة ببقنا، لا مية ولا اكل ولا اي حاجة خالص، وكمان ما ينفعش نقول كلام وحش، وما ينفعش نكذب واحنا صايمين. انا ما كدبتش والله، انت عارفة ان انا بقول الصراحة، انا مش بس انا قلتلك يا حبيبتي لازم تكملي لحد العصر، والعصر لسه ما اذنش. ما قدرتش يا ماما، انا خدت اتنين يصبروني لحد العصر. يصبروكي لحد العصر؟ خلاص يا طماطم سامحي المره دي، بس ما تكررهاش تاني علشان ده كده غلط، وانت كده تعتبري فطرتي، ما صمتيش وما كملتيش اليوم صيامك عادي. يعني خلاص كده يا ماما النهارده راح؟
النهارده كده خلاص راح، هنبدأ من الأول وجديد بكرة إن شاء الله. تسحري كويس أوي وتشربي مية وتاكلي الزبدية بتاعتك كلها ومش هتحسي بأي جوع. بجد؟ يعني أنا لو كلت كويس بالليل وكمان كلت الزبادي مش هجوع؟ أيوة أيوة طبعا، تاكلي زبادي وتاكلي خيار وتاكلي الفول بتاع السحور الجميل والبيض والزبادي بتاعتك الجميلة، مش هتحسي أبدا أبدا بأي عطش وهتقدري تصومي. أنت فاكرة إن ربنا أنقذك من الحرامي ليه يا طماطم؟ ليه يا ماما؟ علشان أنت بنت شاطرة وبتسمعي الكلام وبتصومي وبتقرأي قرآن في رمضان وبتعملي حاجات جميلة، علشان كده ربنا أنقذك من الحرامي وموقعكيش أبدا في أي حاجة وحشة. حاضر يا ماما، أنا بحب ربنا أوي ومش عايزاه يزعل مني. شطورة يا طماطم، يلا بقى انزلي بسرعه روحي افتحي الباب، اكيد بابا وصل كان نازل تحت يجيب لنا خروب. استني بس يا ماما استني، يعني انا دلوقتي فتره صح؟ ايوه خلاص خلاص، افتحي الباب انت بقى يا ماما، سيبيني مع الفراوله. يا سلام. ماشي يا حبيبتي، كلي زي ما انت عايزه، هروح انا افتح لبابا. تعالي لي 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 يا حبيبي، تعالي لي تعالي لي يا فراوله يا حلوه يا قطقوطه. يا سلام يا مي. تعالي ليلي ليلي يا حبيبي تعالي. ودي كانت لعبتنا النهاردة يا أصحابي، أتمنى أن هي تكون عجبتكو. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات أكتر شخصية حبيتوها وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكو خالص. ولكل أصحابنا اللي بيشوفونا لأول مرة، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الأحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكوا كل ألعابنا الجديدة اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكرة يا أصحابي مع لعبة جديدة وفيديو جديد من قناتكم الجميلة قناة ألعابي. باي باي يا أصحابي.